بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي ان شاء الله هنجاوب مع بعض اجابه chapter number 5 بيقول لك هنا this type of software نوع من انواع السوفت كانت ايه انواع السوفت وير يا جماعه؟ ها؟ كان في ابلكيشن وكان في سيستم ولكن النوع ده works with end users application software and computer hardware طالما ان هو software و hardware تمام فده طبعا هيكون سيستم سوفت وير. A Rectangular Area that can contain a document Programmer or Message ايه بقى يا جماعه المساحه المستطيله اللي بيتحط فيها الحاجات دي كلها؟ طبعا الويندو Programs that create text-based documents ها؟ يا ترى DBMS ولا Suites ولا Spread ولا وورد بروسيسورز ها طبعا الوورد بروسيسورز او معالج الكلمات هو البروجرام اللي بيكرييت تكست بيزد دوكيومنتس سهله سهله بروجرامز ذات اورجنايز انالايز اند جراف نيوميريك داتا سوتش اس بادجتس اند فاينانشال ريبورتس طبعا هيكون السبريد شيتس الله ينور ان سبريد شيت ذا انستراكشن اور the instruction تقاطع of a row and column كان اسمه يا جماعة حد فاكر؟ تقاطع العمود مع الصف. كان اسمه cell a collection of related data that is the electronic equivalent of a file cabinet collection من related data كان ايه؟ database اكيد مش cell ولا document ولا table database tool that will quickly rearrange طالما rearrange هتبقى sort شرحناها programs that combine a variety of visual objects to create attractive visually interesting presentation اعتقادي إن هي ها presentation graphics the primary disadvantage of this type of package is that the capabilities of each function are not as extensive as in individual programs تمام ال disadvantage يا جماعه ان ما يعني مش بناخد كل الامكانيات لو كانت في الاندفيدوال بروجرام تمام كانت الـ Integrated فاكرين الانتجريتد كانت ميزاتها رخيصه بس limited function. A type, a type of suite stored at a server on the internet and available anywhere through internet access طبعا cloud. خلاص كده دي يا جماعه كانت الاجابات بتاعت التشابتر حد عنده اي سؤال ها لو عندكم اي سؤال ابعتوا لي على طول عن طريق الكاستمر سبورت اسئله الماتشنج تمام بيقول لك هنا بروفايدز اديشنال انفورميشن اند requests يوزر انبوت هو بيبروفايد معلومات ريكويست يوزر انبوت ايه يا جماعه الحاجه اللي بتريكويست يوزر انبوت ها كان الديالوج بوكس تمام طبعا هو بيضيف معلومات بس اهم حاجه ان انت لازم تدخل, تدخل له داتا لازم تعمل اي حاجه معاه اللي هو الديالوج بوكس جميل simplifies the process of making a selection by graphically displaying the effect of alternatives معلش مش فاهمين ايه ده simplifies the process of making a selection تمام؟ طيب. By Graphically Displaying يعني هي بتعمل بتعرض لي كده جرافيكلي حاجات جرافيك وانا اقدر اختار منها هي مين ديت؟ دي, دي الجالريز. الجالريز يا جماعه هي اللي بتعمل كده. Checker that looks for problems with capitalization, punctuation and sentence structure انت كده بتتكلم في ايه؟ في spelling؟ لا طبعا بتتكلم في grammar اللي هي E. إيه. In a spreadsheet, sheet, the grid of rows and columns is called A. ركزوا معايا في ال spreadsheet. The grid of rows and columns called A. ها called قول ايه يا جماعة الحقيقي ان السؤال ده سؤال محطوط غلط ملوش إجابة هنا. أوكي؟ دي ده خطأ عندهم يعني وحسبت لكم طبعًا. ريكتانجلر rectangular rectangular grid of rows and columns. تمام؟ ده مربع كده مكون من rows and columns جريداية دوت دا مين بقى؟ الورك worksheet. هو ده يا جماعة الورك worksheet اللي في الإكسل. Pre-written يعني معادلة مكتوبة مسبقًا كانت function اللي هي سي In a relational database, data is organized into related. ها, for relational database the data لها organized into related ها, tables. قلنا إن tables هي الأساس لما جبنا فكرين جدول ال students وجدول ال courses. provides selected combination of color schemes, slide layouts, and special effects. تمام؟ ايه بقى رايكم في دوت ده طبعا الديزاين تمبلتس هو اللي بيقدم الحاجات دي كلها باكج ذات از اولسو نون از بيرسونال اور هوم سوفتوير كان اسمها ها كان اسمها سوفتوير سوفتوير سويت ولا كانت اسمها انتجريتد ايه اللي بتعتبر هوم سوفتوير ها طبعا كانت الانتجريتد تمام collection of spread application programs bundled together and made available as group طبعا ديت كانت software suite suite ده بيبقى اكبر شوية على فكرة السويت ده اللي هو الجناح فدايما دي الحاجة الكبيرة بصوا بقى اللي فاضل هنا ايه اللي فاضل هنا in a spreadsheet the grade of rows and columns is called a ده المفروض worksheet تمام كده هنا اللي فاضلة بالت ليست بالتد ليست هي دي اللي فاضله يبقى اذا دي مش هتنفع مع ديت فاذا هي هناك خطا ما تشيك انسرز هتلاقوا طبعا كله مظبوط هو على فكره التشابتر ده فيه مشكله لان احنا بعد برضو ما ما, ما جاوبنا المطلوب شويس انا لما جاوبتهم وجيت عملت تشيك انسر لقيت ان في اجابات خاطئه مع ان انا متاكد طبعا من الاجابات اتفقنا على كده يا جماعه اتمنى لكم الخير واشوفكم ان شاء الله مره ثانيه في اجابات اخرى